السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا في القناة الواحة. Welcome to the channel. تجدون في القناة قواعد النحو، حوار، خطابة، أشعار، أدب، أزحوكات، حكايات، مقالات، تعبيرات. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حيا نبدأ الدرس. الدرس 97. اليوم سوف نتعلم حوار مع الجزار. زبون: السلام عليكم. جزار: وعليكم السلام. زبون: كيف حالك يا أخي؟ جزار: أنا بخير الحمد لله. جزار: ماذا تريد؟ زبون: أريد لحم الشاة والبقرة. جزار: أسفا، يوجد عندي اليوم لحم الشاة فقط ولا يوجد لحم البقرة، سوف يكون لحم البقرة غدا. زبون: طيب، لا بأس. جزار: كم تريد لحم الشاة؟ زبون: أريد كيلوين من لحم الشاة. ما سعره؟ جزار: سعره 2000 لكيلو واحد. جزار: تريد بالعظم أو بدون العظم؟ زبون: أريد بالعظم. جزار: هل تريد اللحم المفروم؟ زبون: نعم، أحضرت معي قطعة اللحم، أرجوك أن تجعل لي لحما مفروما. جزار: حسناً، أفعله لك، أحضر بعد ساعة تجد جاهزاً. زبون: سوف أزورك بعد ساعة. أرجو أن الدرس واضح، سوف نحضر في خدمتكم إن شاء الله يوم الخميس الآتي مع الدرس الجديد. أرجو منكم المشاركة في القناة والنشر إلى الآخرين. وداعاً.